السلام عليكم يا أحلى متابعين في الدنيا رب دايما تكونوا بخير فكرة النهاردة هي من جيركن تينر جيركن التينر ده اللي بنخفف بيه البيات أنا حسيت إن الجيركن دوت ممكن يطلع منه فكرة حلوة جدا أولا ليه شكل كده بس هو عشان لونه أزرق فمش باين الرسومات اللي موجودة عليه هبدأ كده إن أنا أخد الجزء اللي تحت والجزء اللي فوق دول وهبدأ كده إن أنا أشيل العلامة اللي موجودة ديت بحيث إن أنا مش محتاجها دلوقتي بس هعمل بيها فكرة تانية إن شاء الله دوس لايك حالا وكمل الفيديو معايا انا كده جبت الجزء دوت والجزء ده انا حاسس ان الجزء التاني ده طويل انا بقيس المسافة اللي انا عايز اعملها هشيل اي زيادة عندي من فوق لما تحسوا كده وانتوا بتقصوا ممكن بايديكم غصب عنكم تقصوا حتة ازيد من حتة فبعد كده بتقلبوها زي ما انا قلبتها كده وبتحاولوا ان انتوا تسووها علشان الاتنين يكونوا نفس الطول بالظبط بحيث ان الجزء ده هو اللي هيكون قاعدة ثابت معايا وهلزق الجزء التاني ده فيه فانا كده برضو حسيت ان دي طويلة شوية فبدأت ان انا اعمل لها شكل بيضاوي كده يعني بالمقص اعمل شكل الدوريات علشان يديني الشكل اللي انا عايز اعمله من فوق بعد كده هبدأ ان انا اصبغ الاتنين دول بالسبراي او لو عندكم دهان بس انا افضل طبعا السبراي في حركة حلوة جدا ليه بقى انا هعملها انا هرش بالسبراي بس من بره من بره اللون الذهبي هيبقى برضو اكني راشش من جوه يعني محدش يحط سبراي من جوه علشان لو هتستخدموها للاكل تمام انا رشيت من 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 بره كلها ومن تحت فدتني كلها اللون الدهبي انا كده خلاص اهو ده السبراي الاندرويد الذهبي اللي انا قلت لكم عليه بصوا انا مش رشش كده من جوه اللي بره هو اللي مديني اللون ده فببدا كده ان انا اجيب مسدس الشمع وهحط كميه كويسه من الشمع علشان خاطر تثبت الفكره معايا برضو الفكرة دي لو ما عندكوش مسدس شمع ممكن الأمير الأمير بيلزق في البلاستيكات حلوة جدا ممكن بتسيبوها تسيبوها كده وتبقى من غير أي حاجة خالص لونها ذهبي كده زي ما هي تبقى حلوة كديكور بس أنا حابب إن أنا أجيب الخيط بتاع الخيش لأنه طبعا أنتوا عارفين إن هو نازل ترند في كل حاجة دلوقتي فهيبقى شكله حلو جدا لو عملت بيه الجزء الوسطاني لأنه طبعا هيكون باين للي رايح واللي جاي وكمان نداري الغطاء بتاع الاساسه تمام كده انا خلاص خلصتها زي ما قلت لكم دي ممكن تسيبوها كده تاني فكره ممكن نحط فيها بقى بونبوني سوداني لب على السفره زي ما انتم شايفين وتالت فكره ان انتم تعملوها بالورد كده زي ما انتم شايفين فوزه شكلها حلو جدا وبسيطه من جيركن اتمنى ان الفكره حتى لو كانت بسيطه تعجبكم ما تبخلوش بقى عليا باللايك والشير والسبسكرايب شاكر جدا ليكم ان انتم تابعتم الفيديو للنهايه ومع السلامه